افضل اطباء مصر موجودين ليه النهارده عند نقابة الاطباء في شارع القصر العيني. خارجين على حصل من متمسكنا بأمناء الشرطة والحسن اللي حضرت مع السنة اللي تم الإحزاء عليه بالإيد وبالرجل ولم يتخذ معه أي موقف، بل بالعكس أول امبارح أو امبارح تم الإحزاء بينهم وبدون أي حد ياخد أي إجراء معاهم. فوجئنا بتماطل وتراخي ومحاولة اختزال الموضوع في شكل اعتذار يوجه من بعض القيادات في شكل شوكولاته زي ما حضرتك قلت، واحنا كده بنعيد مشهد تمام فكره فضوا ميدان التحرير وخدوا بونبوني. وليس مصير المصري ابسط حقوقنا محامين اعضاء الشرطه بيتعدوا على الدكاتره اثناء تاديه عملهم، بيتعدوا على المستشفى اللي هي تعتبر منشاه تابعه للدوله اثناء تاديه عملهم يتحدوا. حضرتك دكتور؟ طب انا عايز اسال حضرتك سؤال لو سمحت. لو لم تستجيب الدوله لمطالب اطباء مصر النهارده انتوا هتصعدوا هتعملوا ايه؟ انا عن نفسي هسافر بره. المقترح هيترفض النهارده للاستقالات الجمعيه. لا المقترح ده منين حضرتك؟ استقاله كل جميع الاطباء من مستشفياتكم؟ جميع مستشفيات جميع اطباء وزاره الصحه. تمام. هنقوم بعمل استقالات جماعيه من وزاره. احنا من الاول وكان كلام واضح جدا مش هنتكلم في السياسه اطلاقا، لان احنا جايين اساسا مكان النداءات اللي الناس بتنادي بيها مهنيه. وحضرتك دكتور كبير قبل كده وامين شرطه اعتدى على طبيب في مكان شغله في مستشفى؟ حصل بس المره دي ادب النقص في انطباع عند بعض الناس على الفيسبوك ان في اخوان منضمين وان في بلطجيه منضمين للوقفه، حضرتك ترد على الناس دي تقول لهم ايه؟ اخوان ايه منضمين؟ احنا كلنا بنطالب بحاجه مالهاش علاقه بانتصامات. تمام، تقولي ايه او ايه راي حضرتك في الدكتوره منى مينا؟ ست محترمه جدا وبتدافع عن حقوقنا من زمان. الاطباء الحقيقه مش عشان الموقف الاخير بس، الاطباء وقبل الاطباء بيدفعوا فاتوره الموقف القوي ضد خصاصه الصحه، ضد خصاصه التعليم الطبي، ضد مشروع قانون اللي يقال انه مشروع قانون تامين صحي شامل وهو في الحقيقه خصاصه وضياع للفصول الثابته من المستشفيات والوحدات الصحيه اللي اتبنت بفلوس الشعب المصري.